بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد النبي الأمي صاحب جوامع الكلم الذي تفجرت من قلبه علوم الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل البيت الطيبين الطاهرين، الصحابة أجمعين والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. وقد وصلنا إلى قوله رضي الله تعالى عنه في شرح السير الوسطى، وهذا الكسب هو متعلق التكليف الشرعي، وأمارة الثواب والعقاب شرعا لا عقلا. والذي يدل على مصاحبة هذه القدرة الحادثة للفعل وإن لم يكن لها فيه تأثير البتة إدراكنا الفرق ضرورة بين حركة الارتعاش ونحوها من الحركات الاضطرارية وبين غيرها من الحركات الاختيارية، ولا فرق بينها بعد السبر التام إلا كون هذه الاختيارية مقرونة بقدرة حادثة في العبد يحس بها تيسر الفعل عليه، بخلاف الأولى الاضطرارية. وخرج لك من هذا أن بقولنا إن مع الفعل الذي لم يحس صاحبه فيه الاضطرار قدرة حادثة في العبد هي عرض من الأعراض كالعلم ونحوه تتعلق بالفعل وإن لم نرى لها تأثيرا أصلا. انفصلنا عن مذهب الجبرية القائلين بنفي قدرة حادثة من العبد مطلقا، وبقولنا ليس لتلك القدرة الحادثة تأثير في الفعل أصلا، وإنما هي تتعلق به وتصاحبه فقط. انفصلنا عن مذهب القدرية أو القدرية مجوس هذه الأمة القائلين بأن تلك القدرة الحادثة في العبد بها يخترع العبد أفعاله على حسب إرادته. قالوا ولذلك أطاع وعصى وعليه أثيب وعوقب، فسبق لك أن الثواب والعقاب لا سبب لهما عقلا عند أهل الحق، وأن الطاعات والمعاصي أمارات جعلية لا علل عقلية. فيتحقق بهذا تمييز مذهب أهل الحق عن المذهبين الفاسدين وهما مذهب الجبرية والقدرية، فإن تمييزه عنهما بما يلتبس على كثير، وسنأتي إن شاء الله للبقية. وصلنا عند تعريف الكسب. قال في الشرح الكسب: وهذا الكسب المتقدم ذكره، وهو عبارة عن تعلق القدرة الحادثة في محلها من غير تأثير. طبعا القدرة الحادثة قلنا لا تأثير لها، والكسب عن تعلقها في محلها. قلنا إما أن يكون التعلق في محل القدرة أو خارج عن محل القدرة، فالذي يكون في محلها كالحركة والسكون مثلا والقيام والركوع والسجود، كل هذا في محل القدرة الحادثة وهو الإنسان. أما ما هو خارج عن محل قدرته كالرمي بالحجر والضرب بالسيف، فهذه أفعال حادثة غير مكتسبة للعبد لأنها
خارجة عن محل قدرته، إلا أنها لما كانت مخلوقة عند كسبه عادة جرى فيها التكليف والثواب والعقاب. يعني الفعل هذا إما أن يجري في محل القدرة الحادثة، يعني القدرة الحادثة مثلا خلقها الله تعالى فيك وخلق معها الفعل ولم يخلقه بها، يعني أنت مثلا تريد أن تحرك يدك فالحركة هي الفعل، فيخلق الله الحركة في اليد أو في الرجل أو في الرأس ويخلق معها قدرة حادثة مصاحبة لها. وبهذا نستطيع أن نميز بين الحركة الاختيارية والحركة الاضطرارية. يبقى هذه فعل وهذه فعل، لكن إما أن تكون في محل القدرة فهذه مكتسبة للعبد في محل قدرته كحركاته وسكناته وقيامه وقعوده وركوعه وسجوده، حركة متلبسة بالعبد يعني في محل قدرته، يقوم ويقعد ويركع ويسجد. هذه الأفعال خلقها الله تعالى في العبد وخلق معها قدرة حادثة ليس لها تأثير، إلا أنها مقارنة بها يصح التكليف، وعلى أساسها يكون الثواب والعقاب والمسؤولية والجزاء إلى غير ذلك. وإما أن تكون هذه القدرة الحادثة في فعل خرج عن محلها ولكن خلق هذا الفعل عند حركة العبد، يعني جرى بها التكليف لأنها مخلوقة عند كسبه، يعني أخذت بيدك حجرا أو معك سيف، فما هو فعلك؟ حركة السيف، لكن كون السيف يقطع أو الحجر يصيب هذا فعل خارج عن محل القدرة، ولكنه كان بسبب كسب العبد، يعني بسبب الحركة التي جرت في محل قدرته، فيكون العبد مؤاخذ أيضا ومكلف ويجري التكليف والثواب والعقاب، لأن هذه الأفعال الحادثة مكتسبة للعبد بواسطة حركته. زي ما بالضبط أنت تعمل تضرب زي الناس، في حد فيكم يلعب الكرة، ضربت الكرة برجلك، الحركة بتاعتك أنك ضربتها أو حركتها، لكن الحركات اللي بعد كده وكونها تصيب الهدف أو لا تصيب، هذا هذه أفعال لم تجري في محل القدرة، إنما جرت خارج محل القدرة، وأنت مسؤول لأنك أنت الكاسب لها بواسطة حركتك. واضح كده الأمرين؟ في أفعال اختيارية في محل القدرة زي القيام والركوع، وفي أفعال خارج محل القدرة زي الرمي بالحجر. أنا كل اللي عملته رميت بالحجر، لكن كون أصاب المرمي أو جاء في مسافة معينة هذا ليس من فعلي، ولكنه حدث مقارنا لفعلي. يبقى هنا نقول هذا الكسب المتقدم ذكره هو يعني هل العبد
موجد بمعنى مخترع أو خالق أو محدث لأفعاله الاختيارية؟ لا، وإنما تعلقت القدرة الحادثة في محلها من غير تأثير. كل ما في الأمر أنها قارنت الفعل لتصحيح التكليف، يعني ممكن ربنا سبحانه وتعالى يخلق فينا الأفعال والله خلقكم وما تعملون من غير إيه؟ قدرة مقارنة. وممكن يخلق الفعل مع القدرة المقارنة، فإذا خلقه من غير وجود القدرة الحادثة هذا فعل إيه؟ اضطراري، وإذا خلقه معها فهذا فعل اختياري. وضح الموضوع ولا لسه؟ يعني تعلق كسب التكليف الشرعي يعني هو المنقسم إلى الأحكام الخمسة، يعني يعتبر هذه الأفعال التي تقترن بها القدرة الحادثة من التكليف الشرعي، وهو المنقسم إلى الأحكام الخمسة: الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح. فأي إنسان في الدنيا كلها أفعاله لا تخرج عن هذه الخمسة، يا إما يكون واجب زي الصلاة والصيام والزكاة، هذه أفعال إيه؟ واجبة. أو تكون محرمة زي إيه؟ زي الزنا وشرب الخمر والقتل. أو تكون مندوبة زي إيه؟ صلاة الإيه؟ الضحى أو قيام الليل. أو تكون إيه؟ مكروهة، خلاص، زي مثلا صلاة ركعتين بعد العصر، أو مباحة كالبيع والشراء إلى آخره. وبعض هذه الأحكام وإن لم يكن فيه تكليف على رأي الجمهور وهو مندرج في التكليف، بمعنى أنه لا يثبت إلا حيث ثبت، وكان هذا الكسب محل التكليف بحسب الاستقراء الشرعي، يعني عملية استقراء يعني تتبع. ما هي التكاليف؟ هذه الخمسة: الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح. هل هناك تكليف غير هذه الخمسة؟ أي فعل من الأفعال، إما واجب أو مندوب أو حرام أو مكروه أو مباح. وكان هذا الكسب محل التكليف بحسب الاستقراء يعني التتبع، لأن ما لا كسب للعبد فيه أي لا تتعلق القدرة الحادثة به كألوانه وحركات ارتعاشه ونحو ذلك لا ينقسم إلى هذه الأحكام. يعني مثلا الله تعالى كلفك بالصلاة، كلفك بالحج، بالطواف مثلا، بالقيام، بالركوع، بالسجود، لكن هل كلفك الله تعالى بأن يكون لك لون معين، تكون مثلا أحمر أو أبيض أو أسود؟ لا، الألوان مثلا والطول، هل كلفك أن تكون على طول معين؟ هل كلفك أن تكون على وزن معين في جسمك؟ هذه أمور كلها ليست من التكليف في شيء. يبقى إذن ما لا يدخل تحت التكليف زي الألوان، وهناك مثلا حركات ارتعاشية كالبرد الشديد فالإنسان يرتعش، هل هذه الحركة اللي هي الرعشة أو الارتعاش هل هذا الإنسان يكلف بأن لا يفعله أو بأن يفعله؟ لا، لأنه ليس أمرا اختياريا.
فإن قلت قد وجدنا التكليف ثابتا فيما لا كسب للعبد فيه كوجوب جهاد الكفار بالضرب والقتل. يعني احنا قلنا الحركات الاختيارية تخلق في محل قدرة العبد زي قيامه وركوعه. فأي واحد يسأل يقول لك هناك تكليف ربنا كلفنا به وليس داخل في كسبنا كوجود جهاد الكفار بالضرب والقتل، فالضرب ده فعل لكن ليس في محل قدرتك، وإنما حتضرب مين؟ عنق الكافر أو حتقتله بالسيف في حالة الجهاد وفي حالة الحرب. ووجوب زجر الفساق المحاربين بمثل ذلك يعني بالضرب والقتل، وتحريم قتل أو ضرب من لا يستحق القتل والضرب ونحو ذلك، فإن القدرة الحادثة لا تتعلق على طريق الكسب إلا بما وجد في محلها من الأفعال. يعني القدرة الحادثة لا تتعلق على طريق الكسب اللي هو في المذهب الأشعري إلا بما يوجد في محلها من الأفعال زي القيام والقعود والركوع والسجود، أما ما خرج عن محلها فلا تعلق لها به أصلا. فالجواب يعني لماذا؟ يعني لأنه القدرة موجودة فيك أنت، والفعل الاختياري فيك أنت، فكيف تكون الأفعال يعني زي الضرب بالسيف فاضربه فوق الأعناق؟ الفعل اللي هنا الضرب لم يوجد فيك وإنما وجد في محل آخر، وإنما كان بسبب حركة السيف التي كانت في يدك أو بسبب رميك للحجر الذي أصاب الكافر في رأسه فحطم أو هشم رأسه. فالجواب أن التكليف بتلك الأمور الخارجة عن محل قدرة العبد إنما هو واقع بالمكتسب للعبد من حركاته وسكناته. يعني أيضا لولا ما وجد في محل قدرتك لما وجد هذا التكليف، لأنه وقع بما هو في محل القدرة. فمثلا إذا أردت أن تقتل بالسيف لا بد أن تحرك يدك التي تحمل السيف، وإذا أردت أن ترمي بالحجر فلا بد أن تمسك الحجر بيدك وترمي. إذن فالحركة مخلوقة في محل في محل قدرتك ونحوهما، مما أجر الله تعالى العادة أن يوجد تلك الأمور. يعني كأن الله تعالى جرت عادته أن يوجد تلك الأمور مقترنة بحركاتك أو بأفعالك التي هي في محل قدرتك، وأمارت الثواب والعقاب. يعني الكسب اللي هو عند مذهب الأشاعرة هو الأمارة، يعني الأمارة يعني العلامة على أنه أي الحركة أو الفعل الذي خلقه الله تعالى فيه مصاحبا للقدرة الحادثة إذا كان طاعة فهذا علامة على على الثواب، يعني يجزيك الله تعالى عنه. أمارة يعني علامة، شرعا يعني لا عقلا، يعني هذا الأمر مرتبط بالشرع وليس مرتبطا بالعقل، لأن العقل يجوز أن تكون الطاعة أمارة على على العقاب، وأن تكون المعصية أمارة على الثواب، ممكن العقل لكنها علامات شرعية وليست علامات عقلية. فلا دلالة للأعمال الكسبية على ثواب ولا عقاب، لما قدمنا أولا أن الثواب والعقاب لا علة لهما ولا دليل عقلا، يعني هذا أمور شرعية محضة كما قال
الإمام إبراهيم اللقاني: فإن يثبنا فبمحض الفضل، وإن يعذب فبمحض العدل. والأعمال، وإنما الأعمال المكتسبة دلت عليها بحسب جعل الشارع واختياره بلا ربط في ذلك. يعني هذا أمر شرعي محض جعله الله تعالى علامة، وليس هناك ارتباط عقلي بمعنى عدم الامتكاك، ولا علاقة عقلية أصلا. يعني دي علامات وأمارات شرعية. يعني أول ما تطيع ربنا وتعبد ويعمل إيه؟ يثيبك، يجعل هذه الطاعة وهذه العبادة علامة على أنك ستثاب في الآخرة وستدخل الجنة. ولو شاء الله لعكس، لجعل الثواب والجنة على المعصية وعلى الكفر، ويجعل الإيه؟ العقاب على الطاعة وعلى الإيمان، لأنه سبحانه وتعالى فعال لما يريد ولا يسأل عما يفعل. وإنما الأعمال المكتسبة دلت عليها بحسب جعل الشارع واختياره بلا ربط في ذلك ولا علاقة عقلية أصلا. ثم أعلم أن أهل الحق استدلوا على ثبوت الكسب للعبد بدليلين. واحد يسأل: طب من أين جئتم بهذا الأمر؟ يعني كون العبد ليس هو الفاعل لما يصدر منه من أعمال، وإنما الفاعل والخالق والموجد والمؤثر هو الله سبحانه وتعالى. الله خالق كل شيء، ولا يمكن أن يحدث العبد فعلا، ولا يقدر على خلق ولا على إيجاد شيء أصلا. يبقى من أي دليل أو على أي شيء كان هذا الأمر؟ كيف أثبتتموه؟ حتى كانوا يضربون المثل في الخفاء، يقولون إيه لما يكون حاجة خفية ومش مفهومة، يضربون لها المثل بكسب الأشعري، يقولون هذا مثل إيه؟ كسب الأشعري. يبقى أهل الحق هل اخترعوا هذا الأمر من عندهم ولا لهم على ذلك أدلة؟ ثم أعلم أن أهل الحق استدلوا على ثبوت الكسب للعبد بدليلين، أحدهما شرعي وقد أشرنا إليه فيما سبق. ما هو الدليل الشرعي؟ أخذوه من كتاب الله تبارك وتعالى. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا لها ما كسبت. هذا هو دليل الكسب، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. يبقى في دليل من كتاب الله سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا بحسب الظاهر، هذا بحسب الظاهر، أن هذا الأمر تقول هذا في وسعي أو هذا في مقدرتي أو هذا يدخل تحت طاقتي، هذا بحسب الظاهر. أما في الحقيقة ليس في وسع الإنسان أو العبد شيء، يعني هو لا يستطيع أن يفعل شيئا أو يخلق شيئا. لا يمكن أن يحرك ساكنا ولا أن يسكن متحركا إلا بإذن من الله تبارك وتعالى. لها ما كسبت عليها، ده الدليل الشرعي. يبقى أن الشرع إنما كلف بالمكتسب من الأفعال دون غيرها. يعني الله تعالى الذي أمرك به من الفعل هو المكتسب، لأنك لا تستطيع أن تخلق شيئا ولو حتى ذبابة. والثاني دليل عقلي، وهو ما أشار إليه بقوله: والذي مبتدأ يدل، يعني يرشد على مصاحبة، يعني مقارنة هذه القدرة المكتسبة الحادثة للفعل، يعني الاختياري،
وإن لم يكن لها يعني للقدرة فيه أي في الفعل تأثير أي اختراع وخلق البتة، يعني صحيح في قدرة ولكن ليس لها تأثير في إيجاد أو اختراع أو خلق، ولكنها تقارن الفعل، والفعل مخلوق والقدرة مخلوقة فيه، أي إدراكنا خبر المبتدأ وهو الذي يدل، يعني علمنا الفرق ضرورة، يعني لا يحتاج إلى تأمل، يعني بعد ما يملك الدليل النقلي لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. أراد أن يذكر لك الدليل العقلي. ما هو الدليل العقلي على أن أفعالنا الحادثة تقارنها قدرة حادثة؟ قال هذا أمر ندركه بالضرورة، يعني لا يحتاج إلى، يعني نستطيع بالضرورة أن نفرق بين الحركة الاختيارية وبين الحركة الاضطرارية. أي إنسان قل له كده حرك يدك، فإذا حركها فاسأله هل هذا كان اختياريا أو أنه كان اضطراريا، يقول لك والله لا أنا حركت اليد أو قمت أمشي أو قعدت أو جلست، كل هذا باختياري. لكن في شدة البرد وهو يرتعش قل له لماذا تحرك يديك، فيقول هل أنا حركتها، وتقول نعم لقد كنت ترتعش، فيقول هذا من شدة البرد وليس هذا فعل إيه اختياري، إنما هو فعل إيه اضطراري. وممكن أن نمثل بغير الارتعاش، يمكن أنت تعمل يدك هكذا تحركها، ممكن واحد يمسك يدك فيطيح بها بالقوة، فلا تسأل عن الحركة الثانية وإنما تسأل عن الأولى، أنه لا يقال لك لما حركت يدك، تقول أنا لم أحركها ولكن أمسكها رجل قوي فحركها إيه رغما عني، فتسأل عن الحركة الأولى لأنها وقعت باختيارك ولا تسأل عن إيه عن الثانية. وكذلك في مثلا حركة تسمى إيه حركة الإلجاء، في مثلا إكراه وفي إلجاء، في مكره وفي إيه ملجأ، إيه الفرق بينهما؟ أن الإكراه لا ينفى معه الاختيار، يعني ممكن أن إنسانا يكرهك يعني يجبرك، يقول لك إن لم تقتل فلانا فسأقتلك أو إن لم تضربه فسأضربك، فهذا إكراه ويهددك مثلا بسلاح أو بنحوه، لكن يبقى لك الاختيار أن ترفض الفعل وأن تقتل أنت بدلا من أن تقتل، إذن الإكراه بيبقى معه الإيه؟ أما الإلجاء لا يبقى معه اختيار، مثلا إنسان قام بتوثيق أو بتقييد إنسان آخر، يعني جعله مكتوف اليدين والرجلين وأوثقه، يعني قيده بالأغلال والقيود، ثم رمى به من سطح وقال له لا تسقط على الأرض، هذا إيه؟ منتفي معه الاختيار تماما، فهذا يسمى إيه؟ إلجاء. كما أنك تلقي إنسانا في البحر أو في النهر وتقول له لا تبتل، هذا يسمى إيه؟ إلجاء. يعني مثلا إنسان حمل رجلا ثم رماه عليكم وقال له لا تسقط على الناس، هل هذا يمكن؟ فهذا تسمى إيه؟ إلجاء. إلجاء يعني ما فيش فيه اختيار أصلا. أما الإكراه يبقى معه الإيه؟ الاختيار، ولهذا قال تعالى مثلا في الإكراه على الكفر قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان.
فإذا القلب إذا كان مطمئنا بالإيمان فليس هناك إكراه إلا في الظاهر، يعني يكون الإكراه مسلط على قولك على لسانك وليس على قلبك. يقول لك مثلا سب النبي صلى الله عليه وسلم فأنت تضطر بلسانك إلى السب أو الشتم، ولكن قلبك مملوء بالتعظيم والإجلال والتقدير لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما أكره أهل الشرك والكفر سيدنا عمار على إيه؟ على أن يشتم أو يسب النبي صلى الله عليه وسلم أو ينطق بكلمة الكفر، لما اشتد عليه الإذاء والضرب الشديد لم يتحمل فنطق أو قال كلمة الكفر أو سب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذهب حزينا إلى رسول الله فقال له ما برأك؟ فحكى له الإيه؟ قال له إن عادوا فعد، ونزل قول الله، يعني لو عملوها معاك تاني قول ولا إيه ولا تخف. فنزل قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. يبقى إدراكنا الفرق الضروري، يعني ندرك بالضرورة الفرق بين الحركة الاختيارية والحركة الاضطرارية وبين غيرها من الحركات الاختيارية، ولا فرق بينهما بعد السبر التام. يعني بالله عليك، الحركة الاختيارية والحركة الاضطرارية هل هناك فرق بينهما؟ هذه حركة وهذه حركة، إلا أن الفرق هو إيه؟ كون هذه الاختيارية مقرونة بقدرة حادثة في العبد يحس بها تيسر الفعل عليه بخلاف الأولى الاضطرارية. إن الفرق بينهما إيه؟ وجود القدرة الحادثة مع الحركة الاختيارية وعدم وجودها مع الحركة الاضطرارية. إن الحركة الاختيارية هي الحركة التي يتمكن عادة من فعلها وتركها، يعني الحركة لا تكون اختيارية إلا إذا كان الإنسان متمكنا من الفعل وإيه والترك، ولا فرق بينها يعني الحركات الاضطرارية وبين الحركات الاختيارية من ناحية الحركة. فلم يبقى بعد هذا السبر، السبر يعني يعني الاختبار يعني الامتحان، يعني الصبر التام يعني الاختبار الكامل، ومنه المسبار اسم آلة الحجام التي يختبر بها غور الجرح، يعني الحجام مع آلة يعرف بها إذا كان الجرح واسع أو عميق أو جرح سطحي. إلا كون يعني وجود هذه الحركات الاختيارية وهي التي يتمكن عادة من فعلها وتركها مقرونة يعني مصاحبة بقدرة أو مصاحبة بقدرة حادثة يعني طارئة في محل العبد يحس يعني يدرك ويشاهد بها، أي بالقدرة تيسر يعني تسهل الفعل عليه، يعني يحس أن الفعل سهل عليه وأنه في قدرة عليه، يعني على العبد الموصوف بتلك القدرة الحادثة، بخلاف الأولى يعني الحركات الاضطرارية حسها صعبة معمولة أو موجودة فيه من غير رضا ومن غير إرادته. ثم قال ولما فرغ من الكلام على الكسب أتبعه بالكلام على المذاهب المعروفة المشهورة في الفعل الذي لم يحس فيه صاحبه الاضطرار، وهي ثلاثة، يعني الكلام هنا على المذاهب في أفعال العباد. كم مذهب؟ أولا عندنا ثلاثة، واحد حق واثنان فاسدان،
فالمذهب الحق في أفعال العباد هو مذهب أهل السنة رضي الله عنهم، وهو وجود الأفعال كلها بالقدرة الأزلية فقط، مع مقارنة الأفعال الاختيارية لقدرة حادثة لا تأثير لها لا مباشرة ولا تولد. هذا هو المذهب الذي فيه توحيد الخالق سبحانه وتعالى، فيه توحيد الأفعال، لأن الله تعالى هو الفاعل أو المؤثر أو الموجد الحقيقي لكل الأشياء، فكل الأفعال الموجودة في البر والبحر والسماوات والأرض والإنسان والحيوان والملائكة والجن كله مخلوقة لمين؟ لله تعالى. ولكن الله تعالى إذا أراد أن يوجدها في العبد خلق قدرة حادثة لا تأثير لها، يعني لا خلق ولا اختراع ولا لا تأثير لها لا مباشرة ولا تولدا، ونحن شرحنا التولد في الدرس الماضي. وأما المذهبان الفاسدان فهما مذهب الجبرية، فمذهبهم وجود الأفعال كلها بالقدرة الأزلية فقط من غير مقارنة لقدرة حادثة. وما الفرق بين أهل السنة والجبرية؟ أهل السنة اتفقوا مع الجبرية في أن الأفعال كلها موجودة بالقدرة الإيه؟ إلا أنهم اختلفوا مع الجبرية في أنها تقارنها قدرة حادثة، فهذا هو مذهب أهل السنة. أما الجبرية لم يقولوا بمقارنة القدرة الحادثة، ولذلك الجبرية عندهم العبد كالقلم في يد الكاتب أو كالريشة في الرياح، وهذا مذهب فاسد. ليه؟ لأنهم يجعلون كل الأفعال اضطرارية، فلا يفرقون بين الحركة الاختيارية والحركة الاضطرارية، كل اضطراري، مع أننا بالضرورة وبالحس وبالمشاهدة ندرك الفرق بينهما، فكأن مذهبهم في جحد الضروريات. يعني لو جبنا أبله وأغبى إنسان في الوجود وسألناه في حركة اختيارية وفي حركة اضطرارية يقول نعم، ولا يستطيع أن يقول إن الحركات كلها اختيارية ولا أنها كلها اضطرارية. يعني هو فاسد بالضرورة، يعني فساد واضح وظاهر جدا ولا يحتاج إلى بيان أو إلى توضيح. وأما الاضطرارية فيوافقون أهل السنة فيها، ولذلك هم أهل السنة وافقوا الجبرية في إيه؟ في عدم تأثير القدرة، وافقوا الجبرية في إيه؟ في أن الأفعال كلها أزلية، أي بالقدرة الأزلية، وخالفوهم في إيه؟ في إثبات القدرة الحادثة. وكذلك الجبرية وافقوا أهل السنة في الأفعال الاضطرارية، فأهل السنة يقولون إنها مخلوقة لله من غير قدرة للعبد، فإذا أهل السنة وافقوهم في شيء مش كده، والجبرية وافقوا أهل السنة في شيء. ولذلك كان مذهب الأشاعرة يعتبر بيسموه كده الجبرية المتوسطة، يعني ليس جبرا خالصا محضا، وليس مذهب المعتزلة أو القدرية. ولذلك كان مذهبهم كما قال القائل خرج من من بين فرث ودم لبنا، عارف اللبن بيخرج من من البقرة أو مثلا من الحيوان، هذا اللبن يخرج من بين الدم ومن بين الروث، ويخرج صافي ويشتهيه الإنسان، مع أنه خرج من بين الفرث والدم. يعني مثلا الإنسان عندما مثلا يقضي حاجته عندما يتبول، شوف البول بيخرج من بين
وشوف كده في الحيوان من أين يخرج إيه اللبن. فخرج هذا المذهب وسطا بين مذهب الجبرية وبين مذهب مين؟ المعتزلة. فخرج لك من هذا أن بقولنا إن مع الفعل الذي لم يحس صاحبه فيه الاضطرار قدرة حادثة، إذن أهل السنة أثبتوا القدرة الحادثة مع إيه؟ مع الأفعال الاختيارية، ونفوها مع الأفعال الإيه؟ الاضطرارية. لم يحس صاحبه فيه الاضطرار قدرة حادثة في العبد هي عرض من الأعراض كالعلم ونحوه، يعني العلم والجهل والبياض والسواد إلى آخره، تتعلق بالفعل وإن لم نرى لها تأثيرا أصلا. يعني تحصل لك من الفرق بين الذي شهدت به ضرورة العقل ودل بعده السبر التام على أنه لا فرق بينهما إلا كون الأولى الاختيارية مقارنة لقدرة الحادثة بخلاف الثانية الاضطرارية. أن بفتح الهمزة واسمها مستتر ضمير الشأن، يعني أنه، أي أنه بقولنا متعلق بما بانفصلنا الآتي من كلام وجملة انفصلنا وما تعلق به خبر أن المفتوحة، وأن واسمها وخبرها فاعل يخرج. إن الثانية مكسورة لأنها محكية بالقول، وقدرة حادثة الآتي من كلامه منصوب اسمها وخبرها في الظرف، وهو قوله مع الفعل الذي لم يحس، يعني لم يشعر صاحبه أي الفعل فيه، أي في الفعل الاضطرار يعني الاختيار. قدرة حادثة بالنصب اسم إن المكسورة في محل العبد هي يعني القدرة الحادثة عرض من الأعراض، يعني صفة من الصفات قائم بالجرم لا يعقل بدونه، معبر بالعرض دون الصفة. يعني لماذا سمى القدرة الحادثة عرض ولم يقل صفة؟ لأن العرض حيث أطلق لا يكون إلا حادثا. يعني كان ممكن يقول إيه القدرة الحادثة دي صفة، لو قال صفة الصفة ممكن تكون قديمة وممكن تكون إيه، فحتى تخرج الصفات الأزلية القديمة فسمى القدرة المقارنة عرض ولم يسميها إيه صفة. عرض من الأعراض يعني صفة من الصفات، وعبر بالعرض دون الصفة لأن العرض حيث أطلق لا يكون إلا حادثة بخلاف الصفة كالعلم ونحوه، تشبيه في التعلق كما أن العلم يتعلق بالمعلوم ولم يؤثر فيه، كذلك قدرة العبد حادثة تتعلق بالفعل ولم تؤثر فيه. والمراد بقوله ونحوه أي نحو العلم كالسمع والبصر والإدراك، لأنها صفات تتعلق بالموجودات ولم تؤثر فيها وإن لم نرى لها تأثيرا أصلا، هو من الرأي لا من الرؤية. وإن لم نرى يعني كلمة وإن لم نرى يعني وإن لم نقل وإن لم يعني نعترف، هذا من الرأي وليس من الرؤية. زي ما يقول لك أنا لا أرى ذلك، يعني لا أرى جواز هذا الأمر، هل هذا من الرأي ولا من الرؤية؟ أي وإن لم تكن رائيا فيها أن لها تأثير، يعني وإن لم يكن رأيك أن لها تأثير. بهذا انفصلنا، يعني بإثبات القدرة الحادثة انفصلنا عن مذهب مين؟ الجبرية القائلين بنفي قدرة حادثة من العبد مطلقا، يعني وبالجملة. فمذهب أهل السنة وهو أن الموجد لأفعال العباد هو الله تبارك وتعالى وحده، غير أن الاختيارية منها تقارنها قدرة حادثة كما سبق من غير تأثير لها فيها أصلا. وهذه الأفعال هي التي في وسع المكلف عادة، وبها وقع التكليف على حسب ما دل عليه الشرع. قال جل من قائل لا يكلف الله نفسا أي إلا ما تسعه طاقته بحسب الظاهر والعادة،
وأما بحسب ما في نفس الأمر أي الواقع فليس في وسعها فعل من الأفعال. والحاصل أن بقولنا لنا قدرة حادثة تقارن تلك الأفعال لاختيارها انفصلنا أي تجنبنا عن مذهب الجبرية بسكون الباء الموحدة طائفة من أهل الضلال القائلين بألسنتهم والجازمين بقلوبهم لنفي قدرة حادثة صفة كاشفة لكلمة حادثة من فعل العبد مطلقا يعني اختيارية واضطرارية زعما منهم أن العبد منبع لظهور الأفعال كخيط معلق في الهواء تميله الرياح يمينا وشمالا فالحيوانات عندهم في أفعالها بمنزلة الجمادات. يعني ربنا يخلق فينا الأفعال كأنه خلقها في حجارة أو في جماد لا تتعلق بها قدرتها لا إيجادا واختراعا ولا تناولا واكتسابا. ولا شك أنهم سخفاء العقول من حيث أنهم خفي عليهم الفرق بين الحركات الاختيارية والاضطرارية وهم مبتدعة أيضا. اتكلم عن الجبرية من حيث أنهم نفوا محل التكليف والثواب والعقاب شرعا إذ التكليف إنما وقع في الشرع بحسب اختياره تعالى بما هو مقدور للمكلف وفي وسعه عادة. قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أي إلا ما تسعه طاقتها كما تقدم. وقوله انفصلنا عن مذهب الجبرية يعني ليس لتلك القدرة الحادثة تأثير يعني اختراع في الفعل أصلا وإنما يعني القدرة الحادثة تتعلق يعني بالعبد كسبا وتصاحبه تقارنه فقط من غير تأثير لها أصلا بوجه من الوجوه. انفصلنا يعني تجنبنا وابتعدنا. وهنا في تكرر يا شيخ محمد في تكرير انفصلنا ولا فيش تكرير يعني في العبارات دي مكررة؟ لا مش مكررة بين أعاد بس جملة. يعني القدرة الحادثة تتعلق به يعني بالعبد كسبا وتصاحبه يعني تقارنه فقط من غير تأثير لها أصلا بوجه من الوجوه. انفصلنا يعني تجنبنا وتباعدنا عن مذهب القدرية بتحريك الدال القدرية طائفة من أهل الزيغ والضلال تنكر أن الله تعالى قدر الأشياء في القدر. مجوس هذه الأمة أشار بهذا إلى ما صح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال القدرية مجوس هذه الأمة إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم. وقد رواه أبو داود حديثا وقد روي أنهم لعنوا على لسان 70 نبيا. وقد روى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الحكم عليهم بما يقتضيه كفرهم عنده. ويقال إنهم خصماء الله في القدر. هنا بيتكلم على مذهب القدرية القائلين بأن تلك القدرة الحادثة في العبد بها يخترع العبد أفعاله على حسب إرادته. ويقال إنهم خصماء الله في القدر بشهادة حديث نادي نادى يوم القيامة ليقم خصماء الله فيقوم القدرية لاعتقادهم أن العبد يقدر على ما يريده الله مع كراهته له فلزمهم أن يقع في ملكه تعالى ما لا يريده. ووجه تشبيههم بالمجوس أن المجوس جعلوا للخير فاعلا وللشر فاعلا والقدرية أيضا منعوا نسبة الشر إلى الله تعالى وأضافوا إلى إبليس سببا وأضافوه وأضافوه إلى إبليس سببا وسعيا.
وإلى العباد مباشرة وفعلا. وهذه المسألة التي بين المعتزلة والمجوس تعين أنهم المرادون بالقدرية في الحديث دون أهل الحق رضي الله تعالى عنهم، القائلين بألسنتهم والجازمين بقلوبهم بأن تلك القدرة الحادثة يعني الطارئة في العبد بها لا بغيرها يخترع، يعني يخلق العبد أفعاله الاختيارية على حسب إرادته يعني اختياره. ولا شك أن هؤلاء مبتدعة مناقضون لما دل عليه العقل من وجوب انفراده تعالى باختراع جميع الكائنات ابتداء بلا واسطة على وفق ما شاء جل وعلا، ومناقضون أيضا لما دل عليه الكتاب والسنة وقع عليه إجماع سلف الأمة من أنه لا خالق أو من أن لا خالق إلا الله تعالى، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. إبن حنقف يا شيخ محمد عند مذهب أهل السنة والجماعة إن شاء الله، طبعا عشان دخول الامتحانات ومذاكرة الطلاب إذا حنتوقف إلى إجازة نصف العام إن شاء الله تعالى، ونختم بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم صل أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى وسلم عدد معلوماتك وكلماتك كلما ذكرك الله.